مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير. نقدم لكم من تلفزيون جمهورية سومالان نشرة الاخبار وابرز العناوين فيها. مشاركة حرم رئيس جمهورية سومالان السيدة آمنة محمد جرده آمنة ورس وبرفقتها عدد من الوزراء والمسؤولين في مناسبة كبيرة عقدت في العاصمة هرقيسة. مشاركة وزير الزراعة معالي فارع المجودولي ومدير التلفزيون الوطني السيد خضر حسن علي قاسم وعدد من الوزراء في مناسبة تعليمية موسعة. تصريح لوزير العلاقات المجالس والتكنولوجيا والبحث العلمي للتلفزيون الوطني. مشاهدين الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، والآن إليكم النشرة بالتفصيل. شاركت اليوم حرم رئيس جمهورية سومالان السيدة آمنة حاجي محمد جرده وبرفقتها عدد كبير من الوزراء ومندوبي هيئات العالمية والمحلية في مناسبة كبيرة عقدت بالعاصمة هرقيسة من أجل إعلان افتتاح مشروع لرعاية الأمومة والطفولة. شاركت اليوم حرم رئيس جمهورية سومالان السيدة آمنة حاجي محمد جرده وبرفقتها عدد كبير من الوزراء ومندوبي الهيئات العالمية والمحلية في مناسبة كبيرة عقدت اليوم بالعاصمة هرقيسة، هدفت من أجل الإعلان لافتتاح مشروع كبير لرعاية الأمومة والطفولة. وفي بداية المناسبة تحدث بكلمة وزير وزارة الصحة بجمهورية سومالان الدكتور سليمان عيسى أحمد حقلتوسي، أشار من خلالها إلى أهمية هذا المشروع من أجل رعاية الأمومة والطفولة والتقليل من حالات الوفيات خلال الحمل والولادة، نظرا لعدم توفر المتابعة المستمرة للسيدات وحالاتهم قبل الولادة. هذا كما تحدث عدد من المسؤولين، أشار من خلال حديثهم إلى أعداد الوفيات الكبيرة التي تشهدها جمهورية سومالان بالنسبة للسيدات قبيل ولادتهم. هذا كما تحدثت حرم رئيس الجمهورية بكلمة أشارت من خلالها إلى أن هذا المشروع سوف يقوم بتقديم الرعاية الصحية للسيدات نظرا لأهمية المرأة والمحافظة على صحتها ومستقبلها، انتظارا لما تقوم به من خدمات ومساهمة في تقدم هذا الوطن. كما أشارت أيضا إلى أن هذا المشروع سوف يقوم برعاية الأطفال وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة حفاظا على صحتهم. كما أشارت أيضا إلى أن هذا المشروع سيقوم بالعمل عليه ولإنجاحه كل من حكومة سومالان المتمثلة بوزارة الصحة وعدد من الهيئات العالمية. هذا كما تحدث عدد من الوزراء ومندوبي الهيئات العالمية وضيوف شرف، من بينهم مدير قسم التمريض بمعهد العالي للتمريض في جمهورية سومالان، أشارت من خلال كلمتها إلى مدى الحاجة الماسة لإنشاء مثل هذه المشاريع من أجل الحفاظ على الأمومة والطفولة. كما تحدثت مدير قسم الولادة في المستشفى العام بالعاصمة هرقيسة مشيرة إلى أهمية هذا المشروع من أجل التقليل من حالات الوفيات ومتابعة حالة النساء أثناء الحمل والولادة، وحثت الأمهات على متابعة حالتهم الصحية أثناء وبعد الحمل. شارك اليوم وزير وزارة الزراعة بجمهورية سومالان معالي فارع علمي قودولي ويرافقه كل من نائب وزير وزارة التخطيط والمدير العام للتلفزيون الوطني في مناسبة تعليمية موسعة أعدتها هيئة الدار الوطنية. شارك اليوم وزير وزارة الزراعة بجمهورية سومالان معالي فارح علمي قيدولي يرافقه كل من نائب وزير وزارة الثروة السمكية والخيرات البحرية ونائب وزير وزارة التخطيط القومي ومدير عام قطاع التلفزيون القومي سومالاند ومدير عام قسم التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. شاركوا اليوم في مناسبة تعليمية موسعة أعدتها هيئة صدرة الوطنية المعنية بأمور الشباب، ذلك بمنح 120 طالبا وطالبة منحا دراسية بجامعة ألفا بفندق سفاري بالعاصمة هرقيسة. تحدث في بداية هذه المناسبة وزير وزارة الزراعة بجمهورية سومالان معالي فرح علمي قيدولي بكلمة شكر من خلالها جامعة ألفا على هذه المنح الدراسية، ذلك من أجل رفع المستوى العملية التعليمية في البلاد وإعطاء هؤلاء الطلاب والطالبات وهم من أبناء المجاهدين سومالان والفقراء الذين لا يمكنهم دفع تكاليف الدراسة منحا جامعية في جامعة ألفا، ودع الله أن يجزي مسؤولي الجامعة خير جزاء على هذه المنح الدراسية. وتحدث أيضا في هذه المناسبة مدير قسم التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم العالي هنأ من خلالها جامعة ألفا على هذه المناسبة إعطائها منحا دراسية لطلاب وطالبات في الجامعة. وتحدث أيضا في هذه المناسبة مدير عام قطاع التلفزيون القومي سومالان سعادة خضر حسن علي قاس، أشار من خلال كلمته إلى مجهودات جامعة ألفا في رفع مستوى العملية التعليمية في البلاد، وهنأ أيضا من خلال كلمته الطلاب والطالبات وحثهم على زيادة الجد والاجتهاد، ودع الله تعالى أن يسدد خطاهم من أجل خدمة الوطن. وتحدث أيضا في هذه المناسبة
عميد جامعة ألفا حث من خلال كلمته الطلاب والطالبات على زيادة اجتهادهم من أجل زيادة التحصيل العلمي ومن أجل خدمة وطنهم في المستقبل. وفي نهاية هذه المناسبة تحدث مدير عام هيئة صدرة الوطنية السيد أحمد محمد شقلي بكلمة شكر من خلالها حكومة صوماليلاند على مجهوداتها في مجال التعليم، وشكر أيضا مغتربي صوماليلاند على مجهوداتهم في مساعدة هيئة صدرة وتقديم الدعم إلى مواطني صوماليلاند، وتقدم بشكر خاص إلى حكومة صوماليلاند متمثلة بشخص فخامة الرئيس الجمهورية أحمد محمد محمود آذن على مجهوداته اتجاه العملية التعليمية في البلاد. صرح اليوم وزير علاقات المجالس والبحث العلمي في جمهورية صوماليلاند معالي علي حامد جبريل للتلفزيون القومي بأن وزارته سوف تبدأ البحث العلمي عن وسائل النقل الخاصة بجمهورية صوماليلاند. صرح اليوم وزير وزارة علاقات المجالس والتكنولوجيا والبحث العلمي بجمهورية صوماليلاند معالي علي حامد جبريل للتلفزيون القومي صوماليلاند عن بدء وزارته قريبا بالبحث العلمي حول وسائل النقل الخاصة بالدولة بجمهورية صوماليلاند، حيث يتطرق البحث العلمي إلى كيفية الاستفادة القصوى من وسائل النقل الخاصة بالدولة دون زيادة في التكاليف الخاصة بالصيانة أو الوقود. وتحدث في هذه المناسبة وزير وزارة علاقات المجالس والتكنولوجيا والبحث العلمي بكلمة أشار من خلالها إلى أن وسائل النقل الخاصة بالدولة من حيث تسهيل التنقلات المسؤولين والموظفين والعاملين في القطاع العام بالدولة وأثر تلك الوسائل على حركة المرور داخل العاصمة وتأثير تكاليف وسائل النقل على الميزانية العامة للدولة، وأضاف أيضا إلى أهمية هذا البحث العلمي من حيث الاستفادة من المعلومات والنتائج في تقليل تكاليف المترتبة على وسائل النقل الخاصة بالدولة في العاصمة هرقيسة، وذلك لأن الهيئات والدوائر الحكومية الرئيسية تقع في العاصمة، ويجب عمل ذلك بثلاثة خطوات، وهي 1- فهم ماهية العمل وسائل النقل الخاصة بالدولة عددها وعدد الوسائل التي تعمل لدى كل وزارة وهيئة حكومية. 2- تحليل الميزانية والتكلفة المترتبة على وسائل النقل سواء كانت الوقود الخاصة بها أو السائقين العاملين عليها وتكلفة صيانتها في حال تعرضت إلى عطل ما. 3- التأثير المباشر والغير مباشر على حركة المرور في العاصمة أو في الأقاليم الأخرى. عقد اليوم محافظ إقليم مولود الشيح سعادة محمد محمود شانيري مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه، أعلن من خلاله عن توجيهه الشكر لقوات الشرطة بصوماليلاند عن عملية ضبط إذاعة FM الغير شرعية بمدينة هرقيسة. عقد اليوم محافظ إقليم مولود الشيح سعادة محمد محمود شانيري مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه، أعلن من خلاله عن توجيه الشكر لقوات الشرطة بصوماليلاند عن عملية ضبط إذاعة FM غير شرعية بمدينة هرقيسة، وأثنى عن جهود الرائعة لقوات الشرطة الصوماليلاندية لحفظ الاستقرار والأمن في الوطن وفي مقدمتهم القيادة العامة، وأشار كذلك إلى أن عملية الضبط هذه جاءت نتيجة للعمل المستمر والمتواصل لقوات الشرطة، وتابع محافظ إقليم مروان الجيح إلى أنه سيتم معاقبة كل من يقوم بمخالفة الشروع الوطنية وارتكاب أعمال مخالفة للقانون، وأشار كذلك سعادته الحفاظ إلى ضرورة محافظة على الأمن والاستقرار في صوماليلاند، وحث كافة المواطنين بالتعاون والتكاتف معا في سبيل المصلحة العامة والابتعاد عن كل ما قد يسبب في زعزعة واستقرار الوطن. صرح اليوم أحد مفكري صوماليلاند التلفزيون الوطني مناشدا لأحزاب المعارضة بالتوقف عن كل ما يثير المواطنين مستخدمين العصبية القبلية. صرح اليوم المفكر والسياسي والمسؤول السابق في حكومة الرئيس السابق طاهر ريالي السيد عبد الحكيم جراد محمود، صرح للتلفزيون القومي صوماليلاند مناشدا الأحزاب السياسية وقف العصبية القبلية وسياسة الفوضى في صوماليلاند ووقف التصريحات التي تنم عن العصبية القبلية والعمل بالنظم الديمقراطية التي هي الأساس الحكم في جمهورية صوماليلاند. وتحدث بكلمة في هذه المناسبة أشار من خلال كلمته إلى الفصل بين السياسة والعصبية القبلية، وذلك من أجل إحلال نوع من الحرية الرأي وعدم التأثير على المواطن باسم القبلية العمياء، وأن السياسة يجب أن تستند على النظم الديمقراطية والعلوم السياسية من حيث مبادئ التي تتبع القومية واحترام الرأي الآخر دون فرض أي قيود على المواطن غير تلك التي فرضها القانون والدستور بجمهورية صوماليلاند. أما نظام القبيلة فيستند على العرف الذي هو أساس احترام قانون الدولة والتبعيات من خلال احترام آراء السلاطين
والشيوخ والعشائر في المجتمع صوماليلاند، وناشد الأحزاب السياسية بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وأشار أيضا من خلال حديثه إلى الإنجازات حكومة خامة رئيس الجمهورية أحمد محمد محمود آذن بمجهودات الكبيرة التي قامت بها خلال فترة حكمه في جميع المجالات، منها التعليمية والصحية وبناء الطرق، ومجال العسكري مثل إعطاء الرتب لأفراد القوات المسلحة والأمن. قام اليوم التلفزيون الوطني بجولة تفقدية للاطلاع على سير عملية التعداد السكاني الذي تقوم به جمهورية صوماليلاند وخاصة بمدينة هرقيسة. قام اليوم التلفزيون الوطني بجولة تفقدية للاطلاع على سير التعداد السكاني الذي تقوم به جمهورية صوماليلاند خاصة بإقليم هرقيسة، وكانت بداية هذه الجولة بهيئة العمال بالعاصمة هرقيسة. وقد صرح أحد مسؤولي وزارة الداخلية أشار من خلال حديثه إلى أن المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم من الأسبوع الماضي قد تم تسليمهم البطاقات الشخصية، وأشار إلى أن عملية التدوين يتوافد عليها المواطنين يوما بعد يوم، كما تحدث بكلمة أحد مسؤولي اللجنة وقال بأن الوقت المحدد للتدوين داخل إقليم هرقيسة قد أشرف على الانتهاء، لذا يجب من باقي المواطنين الإسراع قبل أن تنتهي المدة المحددة. وفي الشأن العالمي، عودة المصلين اليهود لممارسة شعائرهم في حي هرنوفا بالقدس الغربية بعد يوم واحد على مقتل 5 إسرائيليين وجرح 7 آخرين. عاد المصلون اليهود لممارسة شعائرهم في حي هرنوف بالقدس الغربية بعد يوم واحد على مقتل 5 إسرائيليين وجرح 7 آخرين في هجوم نفذه فلسطينيان داخل الكنيسة اليهودية قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية. تداعيات الهجوم التي تعد من أسوأ في القدس منذ عام 2008 وصلت إلى الجانب الشرقي، حيث أقدمت قوات الأمن الإسرائيلية على هدم منزل فلسطيني نفذ هجوما بالسيارة أودى بحياة شخصين الشهر الماضي، مصير سيطال المنزلي الفلسطينيين منفذي عملية الكنيسة اليهودية حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الماراثونية بشأن البرنامج النووي الإيراني مع القوة الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا. تعقد اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات الماراثونية بشأن البرنامج النووي الإيراني مع القوة الكبرى، وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا. محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعد لدى وصوله إلى فيينا ببذل المجهودات إلى آخر يوم من المفاوضات، مؤكدا أنه يمكن الوصول إلى اتفاق شرط عدم مقالات في المطالب من الجانب الغربي. بداية اللقاء بدأ مع كاثرين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي، وبعدها تم عدة لقاءات منها اجتماع 5+1، وتأمل إيران أن تخفف عنها العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. يذكر أن القوة الكبرى تشكك منذ عام 2002 في نية إيران بامتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج إيران النووي. مشاهدين الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم. لكم مني ومن فريق العمل أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.